السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في قناتي ألا عامر كيتشن. يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة إن شاء الله هنقدم فيديو على حسب طلباتكم، وهو عصاير فريش للوقت اللي احنا فيه بالفاكهة الموسمية كمان، وتنفع كمان نقدمها للولاد وهم رايحين المدرسة، أو كمان نحطها في الأزايز بتاعتهم في المدرسة يشربوا منها أثناء اليوم الدراسي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا النهاردة. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة لو أول مرة تشوفوني. دي العصاير اللي انا هعملها معاكم النهاردة. هنعمل اربع انواع من الفاكهة مع اختلافات بسيطة جدا عن الحاجات التقليدية اللي احنا بنعملها. هستخدم النهاردة جوافة، وهستخدم ليمون وبرتقان، وهستخدم كمان الرمان، وهستخدم الكيوي. وطبعا العصاير دي كلها طبيعية 100%، ما فيهاش اي حاجة يعني صناعية نخاف منها، وكلها مفيدة جدا للولاد وللكبار كمان، بتقوي المناعة، وهنستخدمها كمان للمدارس، تقدروا تستعملوها للولاد قبل ما يروحوا المدرسة الصبح او اثناء اليوم الدراسي كمان، تدوها لهم في الازازة المخصوصة للعصاير، بتكون مفيدة جدا. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف اول عصير معانا هنعمله ازاي. اول نوع عصير، وهو هيكون البرتقان بالليمون. ممكن تستغربوا شوية العصير ده، بس عايز اقول لكم طعمه تحفة في الاخر. انا هنا محتاجة 2 برتقانة بس و2 من الليمون بس، تمام كده. البرتقان عندي طبعا لازم اشيل البذر منه هو والليمون، وعايز اقول لكم ان انا هشتغل النهاردة في العصير ده بالقشر بتاعه، البذر بس هو اللي انا هشيله. الحاجة كمان المهمة جدا في العصير النهاردة ان هو يكون البرتقان والليمون متجمدين، يعني حطيهم في الفريزر قبل ما تشتغلي بيهم ساعة لربع مثلا، هيتجمد نص تجميدة، وهو ده اللي احنا عايزينه، يكون متجمد كويس قوي عشان هيتضرب معانا في الكبة. طب حابين تضربوه في الخلاط؟ هيتضرب معاكم في الخلاط كويس، اتبعوا معايا الخطوات وتقدروا تستخدموا الخلاط عادي، بس هتحطوا سوائل من اول الخطوات. انا مش هحط سوائل خالص في الاول لان انا هستخدم الكبة، مش عايزاكم تقلقوا ابدا من حكاية القشر. القشر هنا هيدينا نكهة اقوى للعصير من غير ما يدينا تمريرة خالص. لكن اللي احنا عايزين نتفق عليه ان العصاير اللي هنعملها النهاردة تكون يعني تتشرب على طول بعد استخدامها او بعد ضربها في الخلاط، مجرد بس تقعد ساعتين في التلاجة مش اكتر من كده. طيب انا دلوقتي عملت ايه؟ ضربت كل الليمون والبرتقان اللي معايا في الكبة بالشكل ده بالقشر بعد ما شلنا البذر بتاعه، وقطعتهم مكعبات ومتجمدين نص تجميدة، تمام كده. انا لحد دلوقتي ما ضفتش اي حاجة، انا بس مستنياه يتضرب كويس في الكبة. انتوا طبعا هتعملوا الخطوة دي في الخلاط لو حابين، بس هتحطوا لها يعني قد نص كوباية مية في الاول. انا هنا حطيت السكر وهضرب ضربة كمان عشان السكر يدوب معايا. لو حابين تزودوا كمية السكر طبعا براحتكم، واثناء الضرب هنزل بمية ساقعة. الكمية بتاعت الليمون والبرتقان دي زي ما انتوا شايفين 2 و2 من كل حاجة، هضيف عليها قد لتر من المية، هيدينا عصير حلو جدا ممتاز قوي. وعايز اقول لكم الطريقة دي طريقة عصير تركية، انا من السنة اللي فاتت بقيت اعملها، وعايز اقول لكم عجبتني جدا جدا. طبعا الكبة بتعلي معايا العصير، لكن انا لسه ما كملتش اللتر المية. بعد ما اتضرب معايا كويس قوي هبدأ بقى ان انا اصفيه، والتحلية زي ما قلتلكم هي اختياري، ما تمشوش بكمية السكر اللي انا حطيتها، لان ممكن كمان تستبدلوها بعسل نحل لو انتوا حابين تعملوها للاطفال تكون صحية اكتر. طبعا العصير ده لازم يتصفى كويس لان كمية القشرة هتكون كبيرة شوية، واي عصير بنعمله فريش الافضل ان هو يتشرب بعد ساعتين بس من خلطه، ولو حابين تشربوه اكتر من ساعتين تقدروا تحطوا عليه نقطتين بس من فيتامين سي اللي بيتجاب من الصيدلية، هيكون احسن وفايدته كمان هتكون احسن. شايفين لون العصير ده تحفة ازاي؟ لونه حلو جدا لانه خليط ما بين الليمون والبرتقان، فمدينا لون اصفر حلو قوي. هنصبه معانا بقى في الكوبايات، وعايز اقول لكم ريحته كمان بتبقى جميلة، انتي مش عارفة هو ليمون ولا برتقان، هو ميكس بين الاتنين بس فعلا حلو قوي. تاني نوع عصير معانا وهو عصير الكيوي. انا طبعا عارفة ان الناس كتير ما جربتش تعمل عصير للكيوي، او ممكن تخاف تعمله لان ممكن ما تبقاش ضامنة النتيجة اصلا هتبقى ايه، بس عايز اقول لكم هو طلع حلو قوي، ولونه كمان جميل ومحفز جدا للاطفال كلون، وتقدروا كمان تزودوا له نكهات هقول لكم عليها دلوقتي واحنا شغالين، عشان يعني تحسنوا من طعم بتاعه بالنسبة للاطفال. انا دلوقتي هنا استخدمت 4 حبات من الكيوي مقسومين 2، وحطيت عليهم نص كوباية من السكر وقد كوباية ونص من المية الساقعة، ضربتهم كويس قوي، وطبعا حطيت مكعبات تلج عشان يبقى القوام بتاعه حلو. واللون بتاعه على فكرة بيبدأ يغمق معاكي طول ما انتي بتضربي، بس انا حطيت له نقطة صغيرة خالص من الوان الصناعية اللي لونها اخضر،
بس عايز اقول لكم ما فرقتش خالص لا في الطعم، بس انا حبيت اضيفها عشان التصوير اللون الاخضر ما بيكونش باين او ظاهر قوي. تقدروا بقى تضيفوا نكهات ايه؟ ممكن تعملوا للكوبايه دي نص كميتها من الكيوي والنص التاني من عصير البرتقال اللي احنا لسه عاملينه. الطعم الاتنين على بعض بيكون تحفه جدا، جربوهم مع بعض وهيعجبوكم جدا باذن الله. تعالوا نعمل تالت نوع من العصير، وهو اكتر فاكهه الاطفال بتهرب منها عشان تتاكلها، فاحنا بنلجأ ان احنا نعملها عصير، وهي الجوافه. الجوافه عندي هنا نغسلها كويس ومش هشيل البذر منها، لان الجوافه وهي حبه كامله من غير ما نشيل البذر هي متكامله، لا هتعمل امساك ولا هتعمل اسهال زي ما الناس كتير بتتكلم. هي الجوافه طول ما هي ثمره بحالها زي ما ربنا خلقها هي متوازنه ومش هتسبب اي اضرار من اللي احنا بنسمع عنها ابدا. كل اللي انا عملته ان انا حطيت عليها نص كوبايه من اللبن اللي هم الاربع جوافات اللي انا استخدمتهم او الخمسه، وهحط عليهم عصير الليمونتين اللي معايا دول. اولا هيدوهم طعم حلو جدا، قيمه غذائيه اعلى، وكمان فيتامين سي هيكون اعلى. كمان احنا عايزين نتكلم عن فوائد الجوافه بالذات، ان الفيتامين سي اللي فيها اصلا اعلى من الليمون واعلى من البرتقال 6 مرات تقريبا، فهي مفيده جدا، وربنا سبحانه وتعالى خلقها في الوقت ده من السنه، بدايه فصول الشتاء وبدايه الخريف، فبدايه كمان ظهور الفيروسات على جسم الانسان، وبيكون محتاج فعلا فيتامين سي بنسبه عاليه جدا عن اي وقت تاني في السنه. فالجوافه سبحان الله هو ده معادها اللي ربنا يعني خلقها فيه. استخدموا الجوافه سواء للاكل او في العصير زي ما هي بحالها من غير ما تفصلوا الاتنين عن بعض. طبعا احنا في الاخر بنصفيها وما بنستخدمش البذر، لكن اللحم نفسه اللي حوالين البذور هو اللي بيكون مفيد جدا. وحطيت على كل المقدار ده ميه ساقعه برده وتلج، وطبعا التحليه بتكون على حسب الرغبه والقوام كمان بتاعها. ضربتها كويس، والليمون هنا زي ما هو قيمه غذائيه وطعم كويس مع اللبن والجوافه، كمان هو السر في ان الجوافه تفضل لونها ابيض، ما تلاقيش لونها بعد كده اغمق منك. هصفيها طبعا عادي جدا، وانا بحب القوام بتاعها متوسط مش خفيف قوي زي الميه، ومش تقيل قوي اللي هو يكون يعني صعب كده في الشرب. ولو اتكلمنا عن فوائد الجوافه فهي محتاجه فيديو كامل عشان نشرح فيها فوائد الجوافه، ولكن من اهمها انها تحفظ الجسم من امراض كتير جدا، من اهمها القلب وارتفاع الكوليسترول وضغط الدم والسكري، وكمان بتساعد جدا في التخسيس لانها بتعمل على الشبع بسبب كميه الالياف الكبيره اللي موجوده فيها. فحاولوا تقروا عن فوائد الفواكه بالذات للاطفال اللي ما بتحبش الفاكهه تاكلها اصلا. رابع عصير معانا النهارده وهو الاخير هو الرمان، بس قبل ما نعمله عايزين نتكلم الاول عن الرمان وازاي تختاريه صح من حيث الطعم وكمية البذور اللي جواه. دي رمانة عادية جدا، انت مش عارفة الفرق بينها وبين اي رمانة تانية. بصي على الجزء اللي فيها ده اللي هو بيكون الكاس اللي فوق الرمانة، هتلاقيه لو فيه بذور يبقى دي رمانايا كلها بذور من جوه. هوريكم واحدة لان دي فاضية، وهوريكم الفرق ما بينها وما بين المليانة. بصوا توزيع البذور بتاعة الرمان من جوه على مسافات، تمام كده. طب هنشوف واحدة فيها اصلا الكاس بتاعها مليان بذور صغيرة جدا، اللي هي بذر الرمان اللي بيتزرع بيها. شايفينها مليانة ازاي؟ الكاس بتاعها مليان مش فاضي كده. الرمان من جوه هتلاقوه مليان من البذور اللي جوه، بغض النظر عن لون البذور ايه، لان الطعم بتاعها بيفرق من اللون للتاني. ممكن تلقوا رمانة لونها فاتح وهتلاقوها محلية. شايفين توزيع البذور هنا اكتر ازاي بكتير من اللي فاتت. هوريكم فرق ما بين نص من هنا ونص من هنا. اللي على اليمين دي طبعا كانت بذورها قليله جدا من بره، واللي على الشمال كانت مليانه بذور. لكن الطعم مش هو ده اللي بيختلف، هو بيختلف بس في الكميه. وهنبدا بقى ان احنا نفرطها. دي بس الحاجات اللي حبيت تاخدوا بالكم منها. وكمان لون الرمانه من بره مش مقياس ابدا للونها من جوه. ممكن تجيبي رمانه من بره فاتحه لكن بذورها من جوه غامقه، والعكس صحيح. انا هنا بفرط الرمانه بالطريقه الاسهل بالنسبه لي، وهي ان انا اضرب عليها بحاجه ناشفه من بره كده، وبتكون مقلوبه بتنزل طبعا الرمان بتاعها في الطبق. بس عايز اقول لكم الخطوه دي طبعا بتكون في مكان يعني زي الحوض كده، عشان بتطرطش لون احمر في كل مكان. وطبعا اي اجزاء بيضه بتقع من الثمره نفسها بشيلها وبستبعدها، وبنجمع البذور والميه اللي بتنزل منها وخلاص كده. انا هنا هعمل عصير الرمان في العصاره اللي عندي. طبعا تقدروا تعملوه في الخلاط بطريقه عاديه جدا وبرده بيطلع حلو قوي، وعملناه كذا مره على القناه السنه اللي فاتت، وخزننا كمان الرمان وعصرناه. طيب العصاره بتاعتي دي
دي عصارة الفاكهة اللي بتيجي مع الفود بروسيسور بتاعه اللي هو كينهود. تمام كده، هسيب لكم اللينك بتاعه بالتفصيل في صندوق الوصف لو حابين ترجعوا له. هي عبارة عن الجزئين دول، الجزء البلاستيك اللي انا طلعته بيتراكم عليه البذور وهتشوفوه دلوقت، وطبعا اهم حاجة هو الشفشق او الاناء اللي انا هعمل فيه، اللي هو طبعا الكبة اصلا هي اللي بنستخدمها في كل حاجة. فانا هحط جزء العصارة بتاعتي في الكبة بالشكل ده، وهقفل عليه الغطا، وهبدأ انزل بالتدريج البذور بتاعت الرمان عشان تتعصر. طيب الغطا بتاعها الاصلي هو اللي بيتركب عليها، وهتلاقوا فرق في الاستخدام كبير قوي. انا حبيت اوريكم الفرق لان ناس كتير بتقول لي ان احنا عندنا نفس الكبه او نفس محضر الطعام ومش عارفين نستخدمه. انا جربت حطيت معاكم الغطا العادي بتاع الكبه اللي بنستخدمه في معظم الاستخدامات، وشغلت وبدات تعصر. فتحت عليها لقيت ان البذور زي ما هي تقريبا من جوه، ما حصلهاش اي جديد غير ان الكبة بتاعتي عمالة تتنطط مني زي ما انتوا شايفين كده، وبتتهز جامد وبتتحرك من مكانها. انا حسيت كده فعلا ان في حاجة غلط، فلازم كنت استخدم الغطاء فعلا الاصلي بتاع الكبة وحوريه لكم. وفي ساعتها الاستخدام فرق تماما والعصير اتغير تماما. بصوا البذور هنا باينة ان هي لسه بحالها اللي جوه. حطيت ده الغطاء بتاعها لان الجزء ده هو اللي بضغط بيه على البذور، فبالتالي بتتعصر كويس. هبدأ بقى احط العصير تاني او الرمان بتاعي تاني، وهبدأ ان انا اعصر، وهيديني طبعا كفاءة اعلى ووقت قليل جدا في العصر. هحط كمية تانية، وطبعا لازم نحط كمية كمية عشان بس ما تلاقوش الفاكهة اللي بتعصروها اتكبست جوه وما تدكوش اي نتيجة. شايفين بقى الفرق ما بين العصرة الاولانية والتانية؟ الرمان طلع معايا بذور فاضية خالص، ما فيهاش اي جزء اللي فيه اللحم او العصير. انا خلصت الكمية اللي انا عايزاها وحطيت لها السكر حسب الرغبة طبعا، وتقدروا كمان تحطوا عسل، وتقدروا كمان تشربوه طبيعي كده بدون اي محليات. وبكده هيكون الفيديو بتاعنا النهاردة انتهى. اتمنى يكون عجبكم، ولو استفدتم بحاجة بسيطة جدا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة، وتنسوش كمان دعوة حلوة من قلوبكم ليا. كنت معكم آلاء عامر من مطبخي.